أكد سعادة السفير الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أن مملكة البحرين تعاملت مع جائحة كورونا بمسؤولية وشفافية من منطلق أن الصحة العامة ترتبط بأمن وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، مشيدا بالتوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بعلاج جميع الحالات المصابة من المواطنين والمقيمين بالمجان، والعمل في الوقت ذاته على زيادة عدد الفحوصات بما يسهم في السيطرة على الفيروس والحد من تداعيات الجائحة. جاء ذلك في مقابلة مباشرة تم تخصيصها لمناقشة الابتكار من أجل حوكمة مسؤولة خلال أزمة كوفيد-19 أجراها سعادة السفير مع موقع الأسواق المالية في تايم سكوير بالمبنى التجاري التاريخي في فيلادلفيا، والذي يشهد أيضا مؤتمرات وفعاليات دولية ويستضيف كبار قادة الفكر. وأشار سعادة السفير خلال المقابلة إلى أن البحرين احتلت نسبة تعافي في المنطقة بنسبة 93%، حيث تم التحرك بصورة مبكرة للتعامل مع جائحة كورونا، منوها إلى أنه وقبل اكتشاف أول حالة في المملكة تم تشكيل فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الخدمات الصحية الأخرى لم تتأثر بسبب الإجراءات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا. وتطرق السفير إلى مسألة الابتكار في التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى تطبيق مجتمع واعي وتحويل مواقف السيارات بالمستشفى العسكري إلى وحدة عناية مركزة، وإقامة مساكن مؤقتة للعمالة الأجنبية التي تعيش في مساكن مكتظة، وتحويل حافلات للنقل لوحدات فحص متنقلة. وأشار إلى أنه حسب التقارير العالمية فإن الوضع الاقتصادي للبحرين ودول المنطقة سيكون في حالة أفضل العام القادم، وأضاف أنه من المتوقع أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تم تقليص الإنفاق الحكومي بنسبة 30% وإعادة جدولة بعض المشاريع لعدم تجاوز ميزانية المصاريف لهذا العام. وقال إن مملكة البحرين كانت على دراية بأهمية تنويع مصادر الدخل، وأن القطاع المالي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.7%، يليه قطاع التصنيع وقطاع الخدمات الحكومية. With a population of only 1.5 million people, Bahrain has already tested 50% of the population. We have the world's second highest percentage of testing per 1,000 persons. We have the highest regional recovery rate of 93%. And our mortality rate is one of the lowest, reaching 0.36%. So the chances of death caused by COVID in relation to the population is 0.01%, which is substantially less than the global average. If we were to look at it from an innovative perspective and how innovation can be the driver to many solutions today, I think that we've dealt with it very early on. We have intervened very early on to mitigate the effects of the virus. And as it is, weeks before the discovery of the first case in February, the government formulated a task force led by His Royal Highness the Crown Prince, and immediately we saw mobile testing units that were collecting samples in different communities, and it evidently ranked Bahrain as having one of the highest tests per million people. Domestically, what we have done is, like I said, we've established this war room to coordinate government actions, and there are daily task force meetings. Senior leadership pitch in twice a week. Policies were established and they're reviewed on a regular basis. We did launch an international repatriation program to ensure the safe return of our citizens back home. We fulfilled 96% of that. His Majesty the King has ordered the free treatment of all COVID-related patients, be they citizens or expats and residents in Bahrain.